شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج، ترخيص 156 تعلن عن فرص عمل في المملكة العربية السعودية. مطلوب فني مختبر تربة وخرسانة وأسفلت. المقابلة يوم الخميس 2/1/2020 الساعة 11 صباحا في مقر الشركة. لإرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي، وللتواصل والاستفسار على الأرقام التالية. عنوان مقر الشركة 1127 كورنيش النيل بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون الدور الثاني.